شكرا سيد الرئيس. صباح الخير جميعا. بسرعة أود أن أذكركم أنه البارحة وردت كلمات نذكرها جميعا، تكلمنا عن التزام، عن ملكية، مشاركة واستثمار مناسب. وعندما نتكلم عن الربيع العربي أنا سأتكلم عما هو متوقع في علاقته مع هذه التعبير التي سمعناها البارحة. طبعا دعت الفاو إلى الأمن الغذائي للعام 2009 وحضر وزراء ورؤساء من 182 دولة إلى هذا الاجتماع وإلى هذا المؤتمر. وقبل ذلك كان هناك اجتماع لخبراء عالي المستوى واجتمعوا جميعا ووافقوا على أهمية الأمن الغذائي للمستقبل. ودعمت الفاو العديد من البلدان بما فيها بلدان المنطقة حول تنمية مشاريع للأمن الغذائي كان على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي. والوزراء في الجزائر والأردن وسوريا وغيرها كلها استفادت من هذا البرنامج. ونحن لازلنا نعمل مع الدول الأعضاء في هذا المضمار نفسه. لكن ما ينقصنا بعد هذه السنوات هو التالي برأيي. نحن نتوقع وينقصنا مشاركة أفضل. عندما ننظر إلى المعنيين نظن أنه لا بد من المعنيين جميعا أن يكونوا ملتزمين، وربما في المستقبل سوف نشهد مشاركة المعنيين بطريقة أفضل. ثانيا، نحن بحاجة إلى حاكمية أفضل، حاكمية حيث المساواة والمساءلة كلاهما يؤخذان في الاعتبار في المستقبل. ثالثا، أظن أننا وصلنا إلى نوع من الاستثمار المناسب. وما هو الاستثمار المناسب؟ هو الاستثمار طويل الأمد الموثوق به وليس الاستثمار العفوي، وهذا بالنسبة إلي مهم جدا. نسعى أيضا إلى غرض آخر لم نتكلم عنه الكثير، لكنه الدمج الأفضل بين الدول العربية في هذه المنطقة. ونسعى ونتوق إلى برامج إقليمية وشبه إقليمية من أجل حل المشكلة، هذه المشكلة التي تتخطى البلد وتتخطى المنطقة برمتها. واليوم أصغينا إلى وجود موارد مطلوبة قد تساعدنا على إداء أفضل في المستقبل. لننظر إلى الأمام وإلى المستقبل. سوف توافقون معي على الأرجح، معظم الأحيان عندنا بيانات ونؤمن بأن هذه البيانات ليست موثوقة، بالتالي لا يمكننا أن نبني عليها سياسات. وهذه قصة وردت خلال إحدى الاجتماعات، أتى زميل وقال ما هذه البيانات؟ هل هي بيانات سياسية أم هي بيانات علمية؟ وهذه ليست نكتة، هذا كلام حقيقي ورد في اجتماع حقيقي. من المهم جدا أن يكون لنا بيانات مرتكزة على الواقع وأن نثق بهذه البيانات. كذلك أود أن أشير أنه في مصر حاليا نحن نعمل مع جميع المعنيين، وسأنتهي بعد دقيقة، وسوف نضع تقريرا حول الأمن الغذائي على يد المستشارين الزراعيين. وهذا التقرير يجمع جميع الفئات المعنية من وزارات وأشخاص إلى آخره. وإضافة إلى ذلك عملنا جميعا ضمن الحكومة من أجل تنمية استراتيجية من أجل العمل وصولا إلى العام 2030. هي استراتيجية تبدأ للعام 2010 وستستمر لعشرين عاما. أتوقف عند هذا الحد. شكرا لإصغائكم.